السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأوفياء. سنبدأ معا هذا المشروع الجديد، وهو بناء قفص جديد لنقل الدجاج إليه. إذا هذا هو مخطط القفص الذي سأقوم بالبدء ببنائه. سيكون طول القفص 2 متر، وسيكون عرضه الداخلي 1.20 متر، والدجاج ده يحتاج ارتفاعات عالية، سيكون الارتفاع حوالي 1.20 متر. هذا هو التصميم القفص. إذا قمت باحتساب كمية الشبك الذي نحتاجه لتغطية هذا القفص، ستكون 8.4 متر طول. هذا هو الشبك، اخترت يعني تقريبا شبك رخيص نوعا ما للقيام به، فهو غير مكلف وهو لين، لأن الشبك السابق قاس ويكسر مع أي التواء. هذا الشبك بسعر 50 ريال، ارتفاعه 1.20 متر، لذلك ربطت نفسي بال1.20 متر حتى لا أقوم بتلفيق أجزاء أخرى. ارتفاعه 1.20 متر، وطول هذه اللفة فيها 10 أمتار، لذلك سأحتاج فقط 8.4 متر من هذا الشبك. وبالنسبة للأعمدة سأحتاج حوالي 9 أعمدة لبناء هذا كامل. الأعمدة اشتريت هذا النوع من الحديد، فهو يقاوم الصدى وهو قوي بما فيه الكفاية. اشتريت 10 حبات بطول 3 متر، كنت بقطعها مسبقا ل2 متر، 8 وحدات منها والبقية حوالي 1 متر. إذا فسوف أستغل 4 وحدات بطول 4 وحدات بطول 2 متر، و8 وحدات بطول 1.20 متر. هذا للقيام بالقفص. إذا سيكون لدينا 4 وحدات، 4 أعمدة، 1، 2، 3. 4 بطول 2 متر، والباقي 8 أعمدة بطول 1.20 متر. إذا سأقوم باستغلال هذه الأدوات، وسنبدأ مع بعضنا البعض بتركيبها. إذا متابعينا الأوفياء، هذه أول واجهة قمنا بتركيبها كما ترونها. هذه أول واجهة، ارتفاع 1.20 متر وبطول 2 متر، وش يعني شكلها مستطيل. إذا كيف قمنا بشدها؟ في كل ركن قمنا بإجراء ثقبين، وقمنا بإمساكهم بهذه المسامير الماسكة أو مسامير الريفت باستخدام هذا المكبس. يمكن استخدام هذا المكبس لشدها. وأيضا قمنا بتدعيم الزوايا بمثل هذه الداعمات. هذه الداعمات تجدونها في محلات تجهيزات أو تجهيزات مواد البناء أو محلات السباكة. وقمنا بشدها هكذا أو كما ترون، هذه الداعمات فيها 4 ثقوب، وقمنا بمسكها بنفس المسامير الريفت أيضا، وبشدها بنفس الماسك. هذا هو نفس الجهاز الخاص بكبس هذه المسامير كما ترون. إذن 2 هنا، و1، 2، 3، 4 في كل زاوية. قمنا بنفس الطريقة. الهيكل إلى الآن ضعيف جدا، ثم وجدت أن الطول 2 متر طويل جدا، سأقوم في المنتصف بإضافة داعمة ثالثة في المنتصف، وما يمسكه هو 4 جهات. واجهة واحدة تكون يعني جد ضعيفة، ما سيقوم بإمساكه هو 4 وجهات. سنوفيكم بالبعض. هنا قمت ب يعني وضعها بطريقة خاطئة، ثم قمت بدعسها فالتوت قليلا، ولكن لا بأس، ليس مشكل. سنقوم بشدها. عندما تكتمل 4 وجهات وتمسك في نفسها ستكون بإذن الله قوية. إذا سنتابع المراحل القادمة لاحقا. إذا ابقوا معنا في
هذا الفيديو ستلاحظون بعد قليل أيضا المراحل القادمة. أنا أصور على عدة أيام عدة مراحل، لكن إن شاء الله سأقوم بتجميعها كلها في نفس الفيديو إن شاء الله. شكرا إذن لكم متابعين. إذن متابعينا الكرام، هذه الزوايا سنستخدمها، هذه الزوايا سنستخدمها لربط الأربع جوانب للقفص مع بعضها البعض. سنستخدم ثلاثة في كل ركن. لما جد في بعض الجوانب التي اشتريتها لكل ركن ورأيتموها سابقا، لكن هذه الجوانب ما جد جوانب عريضة بمثل هذه، فقمت بتصنيعها باستخدام قطعة من الحديد، هذه ورق الحديد المقوى، وأنشأت قطعت قطعا يعني بطول 8 سنتيمتر وعرضها حوالي 3 سنتيمتر. ثم قمت بوضع هنا نفس الشعار لأقوم بثقبها وثنيها في المنتصف، يعني هذا ستكون 4 سنتيمتر من هذه الزاوية، 4 سنتيمتر من هذه الزاوية لتمسك جوانب القفص، وهي جد قوية كما ترون، حتى لا يمكن يعني لا يمكن ثنيها إلا بقوة شديدة. إذن هذا بدأت بتصنيع هذه المجموعة 7 وحدات، وسأقوم بتصنيع هذه البقية الآن لثنيها. لدي آلة للثني ولدي آلة الثقب، والآلات متوفرة لدينا للثني وللثقب. إذن ستشاهدون إن شاء الله يوم تركيب القفص ستشاهدون أين سأقوم باستخدامها. ومبدئيا ثقبتها ثقب صغير لأني أفكر إما بتثبيتها بالريفت، أو ممكن توسيع الثقب وتثبيتها باستخدام صواميل أو براغي جاهزة حتى يكون سهل التركيب وفكها متى شئنا فك القفص. إذن ستلاحظون يوم تركيبها إن شاء الله، ستلاحظون طريقة استخدامها. إذن هذه هي الثقب التي نستخدمها لإجراء الثقوب، أو كما ترون نستخدم هذه الآلة لإجراء الثقوب. وهنا كما ترون بعد عملية الثقب تكون الحواف يعني حادة، قد حواف الثقب. سنقوم باستخدام الآلة الجانبية لتنظيف هذه الحواف. هذه الآلة ستقوم بكشط هذه الحواف كما ترون هنا. شوف الحق، هذه تم تنظيفها بالكامل وهذه ما زالت حادة، بينما هذه جهة نظفت بالكامل. سأقوم أيضا بتنظيف هذه الجهة. تم تنظيفها بالكامل. ولا تنسوا استخدام نظارات الحماية لعيونكم، لأن تتطاير الشظايا أثناء عملية التنظيف، أو كما ترون أثناء عملية التنظيف سأقوم بالتنظيف، تتطاير بعض قد تتطاير بعض الشظايا أثناء عملية التنظيف. ويفضل أيضا استخدام حتى قفازات حتى لا تقوم بكشط يدك أو تكشط يدك هذه الآلة، آلة الشح. إذن هاي أصبحت نظيفة تماما كما ترون. وأما بالنسبة لعملية ثني هذه القطع لتصبح بهذا الشكل، فإنني أستخدم هذه الآلة. مثلا سأقوم بثني هذه القطعة، أضع هذه القطعة هنا كما ترون. أنا قمت سابقا بتعليم مكان الثني فهو في المنتصف، ثم أقوم بوضعه هنا، ثم أقوم بالشد عليه
الآن قمت بالشد عليه جيدا، ثم أقوم برفع هذا المكبس كما ترون الآن. تبدأ عملية الثني حسب الزاوية التي أحتاجه. أنا أقوم بثنيه حوالي زاوية 90 درجة، ثم أقوم بفك المشد وتصبح القطعة جاهزة. وكما ترون القطعة جاهزة، أضعها هنا مع أخواتي، وهكذا دواليك. وهنا سأقوم بثني المجموعة المتبقية كلها مع بعض في نفس الوقت حتى أحصل على نفس الزاوية. هذه المجموعة التي أتممتها 6، وسأقوم بإكمال الباقي 10 مع بعض في نفس الوقت. أقوم بوضعها مع بعض بحيث تكون هذه العلامة المنتصف التي وضعتها مسبقا ستكون هنا، الخط الذي يشير المنتصف أو أتحكم به، هذا الخط المنتصف أو كما ترون أضع خط المنتصف هنا. ثم أقوم بشد الآلة من هنا، أقوم بالشد على كل القطع. قمت بالشد، أتأكد من أن كل القطع على نفس الخط في المنتصف مستوى. ثم سأقوم الآن بإجراء عملية الثني. سأقوم بثنيها 90 درجة. قمت بتمام العملية، نرخف مكبس الشد، وبإمكاننا تحصلنا عليهم يعني 10 قطع في نفس الوقت. يعني هذه طريقة جد سهلة لإنشاء زوايا، تمكنك يعني من صناديق، إنشاء صناديق أو إنشاء أي شيء. كما ترون أقوم بنزعهم جميعا وفي نفس الوقت تحصلت عليه. طريقة سهلة جدا، توفر عليك الشراء. اشتريت بعضها، القطع التي كانت يعني عرضها صغير حوالي نصف سنتيمتر، لكن بالنسبة لهذم قمت بتصنيعهم، وحقيقة هذم أفضل حتى في شدهم، أفضل من المستوردة الصينية. هنا تتحكم بنوع المعدن بنفسك، هذا المعدن مقاوم للصدى وهو متين ويعطيك زوايا جد جيدة. هنا أتحكم بكل القطع التي أنشأت، هذه هي كل القطع التي قمت بإنشائها. إذن سترون إن شاء الله عملية تركيبها في زوايا القفص حين تثبيت الواجهات، كل واجهات القفص، الواجهات الأربع للقفص. السلام عليكم متابعينا الكرام، أردت تنبيهكم يعني لموضوع هام جدا أثناء شراء أعمدة الحديد مثل هذه التي أستخدمها في صناعة القفص. لما ذهبت إلى مكان بيع كنت قد اشتريت يعني نوعية من الحديد جيدة، يعني الـ thickness أو ما يسمى بالخشن نتاع قطعة الحديد كانت خشنة 1 ملي، فبحيث كانت جد صلبة لا يمكن لويها بأي أيدي، فظننت أن هذه القطعة أو هذا النوع من الحديد يصلح لإنشاء القفص. فرحت لأشتري من نفس المكان نفس النوعية من الحديد، لكن اشتريت حديد يعني يشبه نفس الشكل، لكن فوجئت مع رجوع البيت أن هذا الحديد يعني ممكن لويه باليد ضعيف جدا. حتى كان انظروا هذا الحديد، فاكتشفت على أحد الأعمدة أنه مكتوب عليه 0.4 ملي، يعني أقل من نصف الحديد الأول، فاضطررت إلى العودة وشراء قضبان جديدة وإرجاع القضبان التي لم أقوم بقطعها والتي قطعتها استخدمتها، لكن سأدعمها بهذا النوع الجديد الذي هو 1 ملي وهو قوي جدا لا يمكن ثنيها. إذن أردت أنبهكم لهذه يعني الإشكال عند شرائكم لأي منتج، انتبهوا ستجدون منتج يعني يجد ما يماثل له ولكن ليس بنفس المواصفات، انتبهوا جدا. وأيضا حقيقة يعني المحل باع لي السعر هذا منخفض على السعر الذي اشتريته به أول مرة، هذا تقريبا يعني الضعف، لكني ظننت أنه يعني قام بتخفيض السعر لي لأنني اشتريته كمية، ولكن لا، لأن هذا هو المواصفات هذا الحديد أقل. فاضطررت الآن لشراء اليوم 11 عمود من هذا الجيد لإتمام العملية.
ولمن يسأل على الوصول أين وصلت في الإنشاء، أنا أقوم الآن. هذا أحد الأوجهة، قمت بصناعة وجهتين، هم ترونهم موجودين هناك فوق بعض، هذه واجهة وهذه واجهة، 1.20 متر ارتفاع و2 متر، وقمت بإجراء تعديل على المخطط، لأنه كان في الأصل سيكون القفص بطول 2 متر وعرض 1.20 متر وارتفاع 1.20 متر، لكني قمت بتغيير المخطط ليكون عرض وطول 2 متر فقط، الارتفاع 1.20 متر، الدجاج لا يحتاج لارتفاع أكثر من 1.20 متر، ليس كالحمام، ولكن وجدت أن عرض 1.20 متر سيكون صغير على عدة دجاجات، فقمت بتوسيعه إلى 2 متر. وبالنسبة لهذا هو نوعية الشبكة التي سأستخدمه، سأبقى يعني ناقص قليل، لم أجد مثله بالمتر فاشتريته هذا لأضيفه في السقف، لن يظهر لأنه سيكون في السقف، والسقف سيكون أيضا معزول. إذن هذه آخر، أردت أن أطلعكم إلى آخر الإنجازات، وأنا الآن أقوم بالواجهة الأمامية التي سيكون فيها الباب، وأنا الآن أقوم أو كما ترون هذه الغرفة إضافية عندي في البيت، دائما أقوم بإنجاز الأشياء فيها. هذه غراء قديمة كان يوضع سجاد هنا ملصق بالغراء، وأستخدم هذا أو كما ترون، هذه القطعة سيكون الباب داخل هذه المنطقة، سيكون بارتفاع 1.20 متر وبعرض 70 سنتيمتر الباب، وسأقوم بتركيب هذا لي يعني مسك الباب وفتحه، وبالنسبة لحماية الباب ولإغلاقه سأقوم بتركيب هذه. هذه حوالي سعرها الواحدة 3 ريال، يعني تقريبا أقل من دولار، وهذه نفس الشيء أقل من 1 دولار سعر الواحدة. سأعطيكم التكاليف إن شاء الله في نهاية الحلقة، كم تكلف القفص كامل بالدولار، وسأعطيكم مماثله في الحجم في السوق، كم يعني بكم يباع في السوق. ها هنا أقوم في كل عمود، شوفوا هنا يعني 2 متر الطول، دعمته وضعته هنا 70 سنتيمتر، وهناك 70 سنتيمتر، يعني 2 متر ناقص 140 بقت 60 سنتيمتر، بداية من هنا إلى هنا. هذا ضروري جدا تعملوا الدعيمات، وتشوفوا حتى الفوق دعمتهم في المنتصف. هذه غرفة يعني إنجاز الأعمال، عندنا غرفة إضافية نترك فيها الأغراض، وتحتاجون لكل الأدوات، يعني الأدوات هامة جدا، مثلا تحتاج هذه القطع، هذه استخدمتها في الخشب لمن شاهد أو لم يشاهد حلقة صنع أقفاص بيوت عفوا للأرانب، تجد في القناة الإنشاء. هذا نحتاجه للكبس هنا أو كما ترون، قد تحتاجونه هنا، هذا يحتاجونه إلى لمسك الحديد ببعضه. وبالنسبة بعدين كل الواجهات كلها مع بعض قمت يعني صورتها سابقا، هذه بصناعتها بنفسي، قطعة حديد يعني متينة جدا كما ترون، حوالي يعني 1.5 ملم أو كما ترونها، قمت بثنيها وإجراء الثقوب هنا، وهي متينة جدا. هذه في كل جهة سأقوم بإركاب 3، سترونها إن شاء الله مستقبلا، لشد القفص الواجهات 4 وأيضا حتى السقف. تعمدت القفص أن أصنعه بهذه الطريقة حتى أتمكن من فكه مستقبلا نقله لأي مكان، لم حقيقة لا أحبذ الذي يأتي قطعة واحدة، يعني بقطعة لحام واحدة. وبالنسبة لهذه الواجهات سأقوم بشدها بالبراغي وليس بالريفت كما هنا، سأقوم بشدها بالبراغي. إذن هذا أين وصلنا في العمل، أنا الآن في الواجهة 3، وسأوفيكم إن شاء الله بالتطورات، لكن أردت أن أنبهكم بما حصل لي بالنسبة لي الحديد. انتبهوا عند شراء أي منتج، قد يكون يوجد منتج نفس شبيه له لكن بمواصفات تكون يعني مختلفة تماما، وحقيقة يعني صدمت بسماكة الحديد فهو لين جدا، وما شاء الله هذا الحديد الجديد أصنع منه هذه الواجهات،
كلها الواجهات الاثنين الباقية والسقف صنع من هذا الحديد الخشن، والواجهتين التي صنعتها سابقا سأقوم بتدعيمها أيضا بهذا الحديد الخشن. إذا متابعين الأوفياء، أردت أن أشارك معكم هذه الواجهة، هذه الواجهة الرئيسية أكملتها الآن، بقي فقط داعمات للباب من الخلف من هنا حتى تمسك الباب، يعني حين فتحه لا يرجع يعني أو لا يدخل إلى الداخل. أكملت هذه الواجهة وأردت أن أشاركها معكم وحتى تأخذوا عليها فكرة وترونها. بالنسبة للداعمات الخلفية، هذه قمت بصنعها سابقا، سوف أقوم بتركيبها هكذا هنا في الداخل حتى حينما يفتح الباب تمسك الباب في الداخل لا تتركه يذهب. قمت بتركيب القفل، هذا هو القفل، قمت بتركيبه في مكانه، ربطته مبدئيا بسلك حتى لا يفتح، قمت بتدعيم الباب في المنتصف بعارضة وبأربع عوارض جانبية، وهذا هو بقية القفص. هذه دائما من جهة الباب إلى هنا، الباب عرضه 70 سنتيمتر وارتفاع تقريبا متر وعشرة الارتفاع، وبعرض 70 سنتيمتر، وهنالك أيضا من تلك العارضة إلى تلك العارضة حوالي 70 سنتيمتر، ويبقى 60 سنتيمتر هما العارضتين المنتصفتين. إذن هذه واجهة وهذاكم الواجهتين الجانبيتين، وإن شاء الله سأكمل الواجهة أو الجانب الخلفي يبقى لنا والسقف. أردت أن أجعل كل جهة لحالها حتى أقوم بتثبيتها بعد الأربع واجهات بالبراغي في 3 مستويات في زوايا، قمت بصنعها، هذه كمية كبيرة من الزوايا قمت بصنعها بنفسي. ثق بها، هو قطعة حديد قوي جدا، تقريبا يعني مضاد للصدى، وتقريبا 1.5 ملي الخشن، وقمت بآلة الثني بثنيه وبثقبه هنا. سأقوم بتوسيع هذه أحدى الثقبين لأقوم ب يعني شده بالبراغي. هذه تركب كل واجهة مع الواجهة الجانبية، سيكون واحدة في هذا المستوى، هكذا تمسك، هكذا سوف تمسك هذه الواجهة أو كما ترون هنا، سوف تقوم بإمساك هذه الواجهة بالضبط هكذا، وبالواجهة التي ستأتي في الجانب، ونفس الشيء ستكون واحدة في المنتصف يعني ممكن فوق هذا بقليل، وستكون واحدة موجودة أيضا في الأسفل. هذا ما بالنسبة للزوايا سيتم. قمنا بتركيب هذه واحدة فوق وواحدة تحت يعني إعطاء أو تمكين الباب من الدوران، والباب يفتح للخارج، لا تقوم به يفتح للداخل أبدا، يفتح للخارج. ولماذا تعمدت فتحه هنا من جهة القفص لا يفتح من هنا حتى لا يتم خلعه مثلا الأطفال هنا، ومن هنا إذا فتحت من هذه الجهة سوف يمسكه هو جهة القفص، سوف يفتح ويبقى هناك، لكن لو كان يفتح من هنا في الخارج سيتم خلعه مثلا من الأطفال أو حتى بالرياح إذا كان يوجد فيه رياح أو شيء. إذن هذه هي، أردت مشاركتكم هذه الواجهة، وكل خطوة إن شاء الله سنوفيكم بها إلى أن نقوم بتركيب الشبك في هذه الواجهات وشد الواجهات وبعضها، وإن شاء الله إلى نقل الدجاج إلى هذا القفص. ستتابعون إن شاء الله خطوة بخطوة، ولا تنسوا دعمنا فقط ومشاركة في القناة ليصلكم دائما الجديد.